اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي اقلل مساحة اي فيديو عن طريق الكمبيوتر بتاعي. النهاردة بنتكلم في نفس الموضوع، بس اتطلب مني ازاي اعمل الكلام ده عن طريق الموبايل. ده مساحة الفيديو الاصلية وده مساحته بعد ما ضغطنا الفيديو وبدون التأثر في جودة الفيديو اللي احنا حولناه. هو ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهاردة، خلينا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مجدي من قناتي قناة From Zero. النهاردة هنعرف ازاي اقلل مساحة اي فيديو عندي عن طريق الموبايل بتاعي. مش شرط ان انا اخد الفيديو بعد ما اصوره من كاميرا موبايلي واحطه على اللابتوب او الكمبيوتر عشان احوله من برنامج VLC زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. هتلاقوا شرح الفيديو ده في صندوق الوصف تحت لو حابب ان انتوا ترجعوا له. النهارده بنعرف ازاي اقلل مساحه الفيديو من موبايلي. كل اللي انا هحتاجه برنامج اسمه فيد كومباكت، هسيب لكم رابط التحميل بتاعه في صندوق الوصف تحت، هتلاقوه اسفل الفيديو. خلينا نروح للبرنامج ونشوف هنستخدمه ازاي. هو برنامج جميل جدا وليه اكتر من خصائص. لو خدت بالكم هتلاقوه بيعمل اكتر من وظيفه، تحويل الى ام بي 4 والى ام بي 3. انا هدوس على الضغط الجماعي. مجرد ما دوست عليه بيفتح لي المحتوى الفيديوهات اللي على الموبايل بتاعك. هختار الفيديو اللي انا عاوز احوله واختار التاني. لو خدت بالكم تحت هتلاقوا مكتوب 1 من 10. انا هختار واحد، اخترت فيديو من 10 فيديوهات يقدر هو يضغطهم لي مع بعض. بعد ما اخترت الفيديو بيقول لي اختار الجوده اللي انت عاوزها. يفضل ان انا اختار اعلى حاجه اللي هي فوق اللي هي 640، ما اقلش عن ال 480 علشان ما بقاش الجوده بتاعتي رديئه او تقل الجوده وما تعجبنيش بعد الضغط. احنا اللي يهمنا ان احنا الجوده تكون كويسه بعد ما نضغط ونقلل مساحه الفيديو، مش بنضغط وخلاص. على بال ما يحمل ويحول لي او يضغط لي الفيديو، انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على اشتراك لو حضرتك ما اشتركتش في القناة، واهم حاجة ان انت تفعل الجرس وهتلاقي كلمة all او الكل، دوس عليها عشان يوصلك اي فيديو ليا قبل اي حد تاني. خلاص هو كده قرب يخلص. بعد ما هيحمل هيقول لي كل اللي هو عمله. قال لي مساحة الفيديو الأصلي بتاعك كانت 73 وشوية ميجا، بعد الضغط بقى 34 وشوية ميجا. لو تلاحظوا فوق بيقول لي أقل من الأصلي ب 39 ميجا، بيقول لي أنا وفرت لك 39 ميجا. كتر خيرك، هو برنامج جامد جدا بصراحة وأنا استخدمته في أكتر من فيديو وعلى مساحات كبيرة. يعني البرنامج ده مش للفيديوهات صغيرة بس، انا بس عامل ده تيست عشان نقدر نجرب. بعد كده بقول له التالي، بيقول لي نشكركم على استخدام. طيب هقول له لا دلوقتي. هنا جايب لي الفيديوهين قبل وبعد. فتحت الفيديو اللي هو الضغط عشان اتاكد من الجوده بتاعته بقت عامله ازاي. زي ما انتم شايفين الجوده بتاعته كويسه جدا. ووصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول علشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز لاي فيديو جديد انا بعمله قبل اي حد تاني. كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.